أسهل طريقة لتحويل منظور الجوال لمنظور الآيباد. يعني جبت لكم أسهل طريقة لتحويل المنظور من منظور الجوال اللي هو هذا إلى منظور الآيباد اللي الجميع يعرفه. يعني يظهر لك الجسم كله، جسم الشخصي كله. المهم يعني طريقة سهلة ونفس يعني نفس الطريقة على جميع الأجهزة يعني الحديثة، يعني نفس الطريقة. المهم كي لاطل عليكم راح نصعد زي هيك نخرج من اللعبة. لازم تكونوا فاتحين يعني تطبيق آخر. أنا عندي الطريقة لازم يعني أضل ضغط على اللوجو حق اللعبة عشان يظهر لي بعض الاختيارات. يتسوي تقسيم الشاشة، أنا عندي تقسيم شاشة، يعني نصير ضغط يعني ضغط على اللوجو حق التطبيق. المهم ضغط على اللوجو حق سميتو حق بابجي. المهم راح اسوي لي هون تقسيم الشاشة. أيوة هيك راح يصير. اجبد شوي مثل هيك شوية، فتح التطبيق الثاني وصير زي هيك. وانتظر حد يعني تشتغل بابجي هسا لانه شاشة سوداء. انتظر شوي تشتغل يعني تبين الصورة. ابن ننتظر. ايو اشتغل. هي اشتغلت اللعبة. راح نزيل التطبيق الثاني. ننتظر. هاي المنظور اشتغل معنا زي اللوز، يعني تبين شخصية كلها. المهم راح ندخل الاعدادات وراح نظبط الاعدادات حق اعدادات التحكم لانه هسه اختلف الحجم الجهاز. المهم تظبط الاعدادات كي يصير يعني زي الايباد. ايوا زي كده حلو. هسه طلعت فقط الخريطة يعني لانه انا كنت ديجا مزبطة. المهم هايو هسه يعني منظور الايباد حلو، يعني زي اللوز وشغال بدون بان، يعني بدون باند، يعني بدون حظر، بدون اي مشاكل. انظر هايو شغال. يعني اي حاجة تحتاجوا هناك تبغوها في التعليقات. زبطتكم زبطون يعني باللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس كي يوصلكم كل جديد. انظر يعني شغال بدون اي مشاكل. بس اذا يعني خرجت من اللعبة راح يرجع يعني يرجع لحجم الجوال العادي. لما راح ندخل الاعدادات راح نظبط الفيو حق من يعني من داخل اللعبة عاد دي بي بي. اذا يعني نقصت راح يعني يصير مثل شوي الجوال، فهمت شلون؟ يعني صار قريب شوي. واذا عليت اعلى شي راح يصير يعني يبان كل شي بعيد. بس انصحكم لا تبعدونا كتير، كل الاداء اللي يكونوا بعيدين يعني ما يصيرون ما يبينون. اذا علي تكشير يعني الاداء البعيدين يعني ب 100 متر او 200 متر ما يصيرون يبينون، يعني فهمت شلون؟ يعني خلونا ما تعلونا اعلى شيء، فهمت شلون؟ مثل هيك خلوها مثل هيك حلوه. طيب هاي كل شيء هواد، كل شيء جيد. المهمات الثانية لا يعني هادي حق اف بي بي يعني كمان خلوه 90 مثل هيك. ويلا كي لا طلع لكم لا تنسوا اللايك والشير والضغط على زر الجرس كل جديد. يلا بيصوتكم.